بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. الخدمة اللي غادي نخدمها اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون خدمة ديال جافادور تونيكا بالشكل ديال فراشة، وغندير فيها إضافة سبيسيال. ألوغ عندي دائما الباترون الاساسي هو اللي كنعتمد عليه، يعني كنشد الباترون الاساسي كندير ليه النسخ كنخدمو. من الباترون الاساسي كنخرج ما بغيت، هذه دائما تنقولها. بالنسبه للطول كنعتمدو على خط الحوض، وكنشوف ديك الساعه شحال بغيت نزيد عليه. دابا هذا خط الحوض، نزيد 10، نزيد 12، نزيد 16، نزيد 20، كيبقى لي خطيه. بغيتها اقل نقدر نقسم المسافه ما بين خط الحوض وخط الحزام على جوج ونخدمها فيها. هذا فيما يخص الطول. بغينا نديرو عمليه اخرى بالنسبه للثوب. ملي كيكون عندنا تتكون عندنا فيه طوينا على جوج كتكون عندنا فيه 75. دونك حنا من هنا لهنا راه الثوب حاكم عليا عاطيني 75. غادي نجي من هاد النقطة، غادي نسطر على هاد الخط الفوقاني على أساس أنه راه الثوب، أنا معلمتوش، دونك هذا الثوب. كنجيو من النقطة ديال الكتف، هادي الكتف، كنحسب الطول ديال الكم، غادي نحسب الطول ديال الكم شحال بغيت فيه. بخصوص هاد الموديل اللي غادي نخدموه اليوم، حاولوا ديرو فيه 42، 44، ماكسيموم 46، يعني حاولوا تخدموها ترواكار. يمكن توصلكم حتى 50، ولكن جربت انا ب 46. دونك غادي ندير 46 نقطة. هذا حسبت الطول ديالكم. دونك هنا هذا البوان، هذا الطول ديالكم. اشنو كنقولوا حنا؟ تنقولوا بانه الا كان بغينا نطيحوا الكتف كنطلع بسنتيم. هذه راه بشحال الشكل ديال الكيمونو، سنتيم سنتيم ونص طلعت بها، هي هذه. وكنلاقي هذه النقطة ديال العنق وكنمشي بها مستقيم، وهذا هو النقطة ديال الطول ديالكم. اوكي، هذا الشكل اللي اختاريناه. كنجيو للاسفل هنا كنزيد واحد 10 سنتيم حتى ل 14 حسب الاختيار، كنديرها نقطة. من هنا لهنا زدت 14، غادي نلاقيها. وهذو راه كاينين اختلافات في الدراسة اللي درنا ديال الفراشات، لقيناها بهذا الخط. ممكن ندير اغوندي، يعني هنا كاين 14، هنا نطلع ب 20 وندير واحد التقويصة. كنحدد الفتحة ديال الكم شحال بغيت فيها، خلي فيها 18 20، هذه هي علامة فقط. كاين واحد الشكل اللي كيتخدم، ممكن تخدموه وتنزلو بهذه مستقيمة وديرو هذه اروندي. دونك هادو مسائل اللي كتبقى لكم اختيارية ومسألة الذوق. البنات هذا ماشي هذا هو المشكل اللي عندنا، يعني بون باقي مسألة أخرى. كنزيدو الإراحة ديال العنق واحد جوج سنتيم ونعاود نقادها بهذا الشكل. دونك هذا الخلف، ماشي هذا هو الهدف اللي كنقلبو عليه. الهدف اللي كنقلب عليه هو أنه بغيت أنا نخدم هاد الفراشة ولا هاد التونيكا، بغينا ندخلو فيها هي فراشة وندخلو فيها الكول دغابي، كول بوفون. هذا هو اللي كنقلب عليه شخصيا. الشكل اللي قلنا نديرو هكا ولا هذا الشكل الاخر، كيبقى لنا الاختيار. الطول حتى هو حسب الذوق، كنقول الذوق يعني حسب الطريقة اللي كتلبسي بها. هذا الخلف غنشد الباكور، غنديرو في لون مغاير باش توضح لكم الصورة. حنا دائما كنشتغلو بالباترونات، دونك غادي نتحط وديرو بحساب بأنه راه الأمام غادي ياخد طول العرض أكثر من الخلف. ديرو بحسابها لأنه عندنا باترون، عندنا كل ضغطي أو لا كل وي كل ضغطي. كنتمنى التصوير يكون خدام. كلمة التصوير البنات،
وي صبر. وليت تنشك في الصوير بعض المرات تيخليني بلاش. الو اشنو قلنا؟ بغينا نخدمو بالامام، كنحط الخلف وغادي نرسم، كنمسخو نفسه. يعني كنمسخ الخلف كما هو. وهنا غادي نديرو واحد المعلومة باش نيسرو هذاك الدغاباج او لا هذاك الدغابي اللي غادي نخدمو به. غادي نجي مثلا من تحت هاد الكويرة ديال العنق، نهبط ب 14 16 سنتيم من هنا لهنا. كنجي من هنا، نقدر نقول لكم جيبوها مع النقطة ديال خط الحزام، هذه النقطة ديال خط الحزام، ممكن فوق منها بشي 6 سنتيم. دونك هذه بالضبط في هذا، ردوا البال، هذه راني خدام بالباتكون، باقي تنقولها ونعاودها، هذا باتكون، ندير لي الحال ما هكذا، تتبقاش الثانية هنا واحد نصف سنتيم. حنا علاش كنقلبو؟ كنقلبو على واحد الكول دغاطي، دونك هذا الكول دغاطي غادي نوسع الباترون ديالي. وهنا يمكن هاد المورسو اللي هنايا راه ما غيكفينيش في هاد الطرف، وغادي نزيد ونزيد الى ماذا. هنا غادي نحط لكم القاعده، غنحط لكم الشكل اللي غادي ديروه ويعطيكم هذاك الدغاباج بالقياس اللي نتوما عاشقينه. اما هو من هذه النقطه ديال العنق نحسب 20 22 24 26، منين جاتني هي المسافة ديال الكولف في اللي كتكون عندنا. غادي نحيد هادو، مثلا الكولف في اش كيكون فيه؟ تنديرو فيه بحال ما هكذا، دونك المسافة اللي فيه عموما كتكون ما بين 21 حتى 24، هي اللي غادي نشتغلو عليها حتى حنا، هذا في حدود يعني المعقول. هاد المرة وكاين اللي غادي يبغي 26 لا أكثر، هاني حسبت يعني وسعت إلى أنها عطاتني 21 ديالي ولا 22 ولا 24، كيبقى لي الاختيار. الوغ ملي كنخدم هادي اشنو غندير؟ ردوا معايا البال مزيان، نشوف المثلث، غنسطر النقطة ديال العنق، نحيد المثلث باش يبان لكم، هذا طويرة الخلف، هذه نقطة العنق كنحطها وكنسطر بزاوية قائمة. بغيت نمشي مع هذه المسائل. ها مسألة أخرى، يقدر أنك فاش تكوني خدامة يقدر يطلع لك هذا الكوع منين تسطري كيطلع، دونك ما تدياش باقي في هذا، اللي كيهمك هو هذا يدوز. شتي لو أنه هذا الخلف يكون طالع منه ولا تحت منه ما يهمكش، اللي كتهمك هي هذا البوان. هذا حطينا هذا البوان وحنا كنخدمو كندير بحساب شي حويجات. اشنو هما هاد الحوايج؟ هي السجفه اللي غادي نفني بها هاد الكول دغابي، وفي نفس الوقت تكون عاطياني متقله ليا الثوب باش تعطيني هذاك الدغاباج. هاد السجفه البنات غادي نقول لكم زيدوا فيها من هنا لهنا 10 سنتي، ها هي من هنا لهنا 10 سنتي، وفي العرض ديالها ديروا 10 سنتي، ممكن ديري 8 8 ممكن، او لا 6 6 ممكن، ولكن انا بغيت تقل لي هاد السجفه ديالي. انا حاليا راني رسمت ووجدت كلشي اللي غادي نخدمو، هاني بريباري. اشنو غادي ندير دابا حاليا؟ كنعاود الرسم، لانه هنا راه غادي تلقاو هاد المسائل هادي جايه هكذا، كنعاود الرسم. ردوا معايا البلد بتي شويه اللي خارج، غندير ليه واحد يعني غنلصق شي حاجة باش نخدم عليه، لأن هو خاصني نكمل اللبسة ديالي. دونك هذاك الشويه اللي كان خاصني هنا غادي نعاود نقادو
ونعاود نسطر الكتاب ديالي الجديد، راه غنخلي هادشي باش تفهموا كلشي اش الواقع. ها الخلف وها الامام فين ولا؟ الامام هو هذا اللي بالخضر. الطريقه باش غادي نقطع هذا الخلف راه ما غاديش نخسرو، غادي نعاود نجمعو بالسكوتش لانه راه باقي غادي نفصلو في الثوب. دونك هذا نمسحو بالسكوتش نرجعو. عاود مسألة أخرى، الكمام حاولوا ديروهم طرواكار إلا إلا عندنا شي ثوب فيه العرض كثير، أو إلا بغينا نخدمو تنكيس في الثوب. إلا كان الثوب اللي ما غاديش يبين لي لأنه راه عندي الاختلاف في التنكيس. ملي كنقول هكذا يعني ممكن تشدي مثلا تاخدي متر وستين طويها على جوج، هذا راه الطول، ولا عندنا الطول هو اللي متر وستين، كطويها على جوج وهي اللي غادي تولي 80 في العرض. دونك هذاك الشيء اللي غادي خصك هنا راه غادي يكون عندك. الخط ديال السجاف كنطوي عليها من الداخل بحال ما هكا. وغادي نقطع نرجع للشفة ديالي باش نكملها. اشنو قلنا؟ من هاد النقطة ديال العنق نحسب 10، وهنا نحسب 10، نقدها بهاد الشكل نديرها هاكا مربعة. كيبقى لي الاختيار، ممكن هاد 10 نزيد فيها. عندكم بزاف ديال الاحتمالات. هنا غادي نشرح الطريقة اللي غادي تركب بها. دونك الخياطة شنو غادي ندير؟ شنو غادي نسبق؟ أولا غادي نسبق باغون زعما غادي نفصل السجفة ديال العنق، أولا بي نفيني به العنق كنخدمو، يعني كيخدم هداك السجفة ولا هداك البي ديال العنق. كنشد بطبيعة الحال في الثوب، راه هنا جهة مسدودة وهنا جهة مسدودة، وهذا غادي تفصل بحال هكا، هذا جهة مسدودة غادي تحل. ردو البال شنو دابا عندنا هنايا العملية اللي كاينة عندنا هنا. أما هي هو أنه هاد الشيء غيكون طالع، ولكن غادي نستعمل هاكم السكوتش باش نحاول نعطيكم الشوفة النهائية، ولو أنه القاعدة راه مغاديش يعني حتى التوب منين تبغو تخدمو اختارو منها شي تويبات اللي يكونو كيتجاوبو مع هاد الشكل ديال الدلاباج. هاد الخط ديال الكتف ها هو وصل هنا، يعني غادي نخيط دابا الكتف ديالي. ها هو خيط الكتف، راه غادي نقاد باش نشرح لكم الشوكة النهائية. منين لقينا هادو وهادي راه غادي تقاد بطبيعة الحال. هادشي راه هاكا غادي نقاد. اشوف فين عندنا دابا الختي، اشنو بيزيد لنا هاد الإضافة ديال الدراباج؟ هو هاد الكل غيطيح، غيبقى طايح هاكا وغيبقى بوحدو دارنا التكماش ديالو كيعطينا هنايا ضغط. غنديرو واحد النموذج مصغر باش نشوفو اشنو اللي غادي يعطينا النموذج المصغر. وهنا راه غنشتغل انا بالطرق ديالي. دونك غادي ندير الظهر في هاد الكحل. وراه كيف قلت اختيار النوعيه ديال الثوب راه جد مهم في هاد الحويجات هادو. دونك غادي نصوب الخلف. هذا الخلف هاهو صوبناه، نحط هاد الطرف نتمنى يكفيني، نتمنى خير، مكيهمنيش، العنق هو اللي فيهم،
هاد لاباغتي ديال تحت ما نبدلش بهاد الطحن. الوغ اشنو قلنا قبيل؟ قلنا كنوسعو، انا غادي نسطر هادي، ولكن عافاكم هادشي اللي كنديرو دابا حاليا ما ديروهش نتوما، انا بغيت نوضح. ملي كنوسع كنبدا بهاد الشكل، هادي تجربة عاودة، هذه تجربة، يعني ما تتبعونيش في هادشي اللي كان بالشكل باش كنخدم انا دابا حاليا. غادي نعتبر هذه هي السوشفا وغادي نطوي. ونعاود هنا قادينا الخلف قادينا الامام، هذه السجفه هي جات الحمد لله جات قدها حدا قدها. غادي نحط هاد الشكل ديال الفراشه ديالي، انا قعدت مع الكتفين وراه الثوب دابا راه غادي يبين لنا النوعيه ديال الخدمه اللي كنخدموها، يعني غيعطينا داك الشكل ديال الخدمه. انا غادي نجمعهم، نحاول نجمعهم في السوجي. هاد هاد الشيء اللي شايط راه هو اللي كيبقى عاطينا كل بوفون هنايا، شفتو؟ فوالا كيعطينا هاد الشيء ديال كل بوفون. سي جوانا راه قريت على الوجه باش نشرح لكم، نتمنى الموديل يعجبكم. بالنسبة للسدة تاع الجناب كنخليو الفتحة تاع الكتمان نسدو واحد المسافة، هاد المسافة شحال فيها؟ نفوت خط الحزام بواحد 10 سنتيم، سيرتو هادي راه عريضة، يعني راه ما تخافوش على الفتحة راه كتلبس عريضة. نتمنى بدنا نجمعو هادي. الو البنات، الشكل ديال عفوا الشكل ديال الفراشه ديالنا ما غاديش تبان فوق الطبلة، يعني كنتمنى الا كانت ملبوسه، وهذا راه هو كيبقى مدرابي هنايا. نتمنى لكم كيف غنقول، نتمنى الدرس يكون واضح ومشروح، ونتمنى الموديل يعجبكم، ونتمنى نشوف التطبيقات ديالهم ونشوف بارا. هادشي راه كيبقى هنايا هاديك مكشكش مفخفخ، هذا النوع ديال الطرابي فراشة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.